مساء الخير مشاهدينا الاعزاء، واهلا وسهلا فيكم وحلقه جديده من برنامجكم صحتك بالدنيا. قبل ما نبلش حلقتنا اليوم ونحكي بالصحه وصحه الانسان، اسمحوا لي ان نستوقف ونقف عند الانسان بحد ذاته. بالامس كان هناك ذكرى او تمر ذكرى يوم الارض، وكالعاده تمر مؤلمه، تمر بشكل مؤلم لهذا الشعب، تمر وكان الكرة تدور من جديد، وكأن الدولاب يدور من جديد. الإنسان، الكرامة، العزة هي شيء لا يمكن أن يفقد الشعب الفلسطيني. قد يظن البعض أننا قد نسينا أو تناسينا أرضنا، هذا شيء طبعا مستحيل. وما أثبته امبارح الشعب الفلسطيني الأعزل كان أقوى رسالة لكل من هو على وجه هذه البسيطة، بأن هذا الشعب لم ولن يموت. استكثروا علينا بالأمس أن يخرج أبناءنا وأهلينا والعائلات والكبار والصغار من أجل الاعتصام وتحدي الزمن الغادر عليهم، بأن يقولوا لا، لم ننسى ولن ننسى. قابلوهم بالرصاص، قابلوهم بالرصاص الحي، بقناصة يقفون أمامهم وكأنهم في معركة حرب، ومن أمامهم هم مجموعة من العزل، أناس لم يكن بأيديهم سوى أعلام فلسطين، لم يكن في قلوبهم غير نداء فلسطين. تمر هذه الأيام مؤلمة جدا. سقط منا الشهداء كما هي العادة، والأرض ارتوت بالدماء كما هي العادة. هذا ليس بالكثير على أرضنا وقضيتنا، هذا ليس بالكثير على من يقدم ويضحي ومن يريد أن يعيش. نحن شعب لم ولم ولن في يوم من الأيام نحب إلا الحياة، نحن لا نعشق إلا الحياة، ومن يظن غير ذلك فهو واهم. نحن نعشق الحياة ولكن بكرامة، نحن نعشق الحياة ولكن بعزة، نحن نعشق الحياة ولكن برجولة. فتحية لكل من ساهم في رفع هذه المعاني عاليا بالأمس واليوم وغدا. هذا الإضراب أو الاعتصام المفتوح الذي سيبقى حتى 15 من أيار، أعتقد أنه رسالة كبيرة وواضحة. الأمهات بالأمس بكت وزغرتت. الأمهات لن تجد هذه الظاهرة إلا في الشعب الفلسطيني. الأم التي تحمل ابنها بين يديها شهيدا وتزغرت عاليا، لن تجده إلا في هذا الشعب. عشان هيك دائما بنقول هذا الشعب هو شعب أصيل، هذا الشعب هو شعب خلاق، ولا يمكن أن تكسره أي قوة في العالم. رسالة، لا أريد أن أتطرق إلى السياسة كثيرا، ولكنها رسالة سياسية لكل العالم، بأنه لم يكن هناك أقوى من إرادة هذا الشعب، ولن يمرر علينا أي ويفرض علينا أي حلول لا نقبلها. وفي هذه المناسبة طبعا مثل أي مواطن فلسطيني بتوجه بالنداء لكل قياداتنا، بأنه آن الأوان أن نتحد، أن نقف صفا واحدا، أن تكون أيدينا مشبكة بأيدي بعض، أن نقف في وجه من يغدر بنا. بالأمس سقط الشهداء وارتوت الأرض بالدماء، ولكن لم يسقط هذا الشعب، وسيبقى إلى الأبد يناضل من أجل قضيته ومن أجل أرضه ومن أجل العودة المحتومة بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء، موضوع حلقة اليوم راح يكون حول موضوع وجود البول في الدم، لماذا وكيف يحدث هذا، وما هي دلالات وجود هذا الدم في البول. طبعا وجود الدم في البول هو عبارة عن علامة قد تكون للكثير من الأمراض، راح نتعرف عليها ونستقبل ضيفنا الكريم بعد قليل في الاستوديو، ولكن خلونا نروح نشوف احنا وياكم تقرير حول موضوع حلقة اليوم ونعود ضيفنا الكريم. يعرف الإخراج البولي على أنه العملية البيولوجية التي تقوم بإزالة المواد المضرة من الجسم، كما في العمليات البيولوجية الأخرى مثل الهضم والتنفس. أهم الأعضاء التي تساهم في عملية التبول هما الكليتان، ويتكون الجهاز البولي من الكليتين اليسرى واليمنى والحالبين الأيمن والأيسر والمثانة وفتحة البول. تقع الكليتان في الجزء الخلفي من البطن، وظيفتهما التنقية، وبها شعيرات دموية، وتتم التنقية في الكلى وخلاياه التي تسمى النيفرون، وتتجمع المواد المضرة في الدم وتتم تنقيته منها على شكل البول الذي يمشي في الحالبين إلى المثانة ويخزن في المثانة حتى وقت الإخراج. يتم تصنيع البول في ثلاث مراحل: الأولى هي التنقية،
والثانية هي الامتصاص، والثالثة التخزين. في مرحلة التنقية يتم إخراج المواد الضارة مثل اليوريا والحمض البولي من الدم إلى الكليتين، فيما تتم مرحلة تصنيع البول في النيفرونات. بعض المواد مثل السكر والحمض الأميني والأملاح والمياه تتم إعادة امتصاصها، وتعتمد كمية الماء التي يتم امتصاصها تعتمد على كمية المياه الخارجية وعدد الأوساخ. أما مرحلة التخزين فالمواد التي تتم إعادة امتصاصها بداية. البول هو نتاج للكلى، يوجد في جسم الإنسان كليتين، هذول الكليتين بيعملوا كفلتر على تصفية الدم وإخراج الفضلات والسوائل الزائدة وتوازن الأملاح في الدم. نعم. وتوازن الحموضة مع الوسط القاعدي، وكذلك توازن الضغط في جسم الإنسان. نعم. يعني داخل في كل شيء في 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 في. نعم. والكلى هي غدة بتتحكم كذلك في 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 نسبة الهيموغلوبين الدم وتنشيط فيتامين د. هلا البول ينتج الإنسان ما يقارب لتر ونص للترين ونص يوميا. هذا المعدل اليومي. يعني تقريبا. نعم. حسب شرب للسوائل. البول يكون خالي من وجود الدم، ومن وجود البروتين بيكون أقل من 150 ملي جرام يوميا. إذا زاد هذا الحد بوجود سواء البروتين أو الدم فمعنى ذلك هذا بدل على وجود مشكلة. هلأ الدم في البول قد يكون مرئي وقد نعم. يكون مجهري. نعم. مرئي يعني البني آدم شاف الدم في البول. نعم. يعني قبل ما نروح على موضوع الدم في البول أنا حابب بس نحكي على موضوع كمان تكوين يعني عملية تكوين البول، يعني هو عبارة عن شو اللي إحنا بنشوف. يعني بمر الدم
في الكبب الكلويه. نعم. بمر تقريبا الكيلي بتفلتر ما يقارب 180 لتر يومي. من نعم. 180 لتر يومي بينتج لتر ونص لترين بول يومي. فبتم عملية الفلترة وعملية توازن السوائل الأملاح وامتصاص السوائل وإخراج كمية البول التي تحتوي على الفضلات من من أملاح زائدة ويوريا وما إلى ذلك. هلأ هذا البول هو نتاج الفلتر، نتاج الكلية، بمر في كل بيطلع في كل الفضلات، كل الشغلات الزائدة في الجسم. نعم. وجود اختلال في هذه في في مكوناته قد تدل على وجود بعض الأمراض. نعم. كمية البول اللي بتحكي عنها من لتر ونص للترين، يعني كثير من الناس بقول لك يعني هل يعتمد هذا على حجم أنا ما شو اللي بشربه سوائل؟ يعني ممكن يزيد عن يعني هو أقل كمية ممكن يكونها الإنسان الطبيعي هو 500 مل نص نعم. لتر. إذا كون أقل من نص لتر في اليوم معناته في عنده مشكلة. نعم. هلا غالبا لا يتعدى 3 لتر، بس طبعا ممكن يبول أكثر إذا شرب سوائل أكثر. نعم. عرفت كيف؟ هلا هو في فرق بين كميه البول كثيره او بروح كثير على الحمام، ممكن بروح كثير على الحمام بطلعش لترين. صحيح. ففي فرق بين فريكوانسي بين فوليوم. نعم. هذا هو اللي انا كنت بدي انوه بس للاخوه المشاهدين عنه، انه كميه البول اللي المفروض الانسان يخرجها طبعا في البدايه زي ما عرفتوا من ضيفنا الكريم بانه البول هو عباره عن خروج الفضلات من جسم الانسان، هذا متفقين عليه وحطيناه على جهه. ولكن الفضلات هاي في احيانا قد يشوبها بعض المشاكل واللي ممكن ان تكون علامه لامراض ثانيه راح نعرفها اليوم. المهم انه لا يعني انه تكرار البول عند الانسان انه يكون هذا ناتج عن انه بيشرب مي كثير او قليل، قد يكون هناك مشاكل صحيه اخرى. عشان هيك دائما بنقول اذا نقصت الكميه او كثرت الكميه او زادت مرات الدخول الى الحمام عليك بمراجعه الطبيب. ما بدهاش فتوى، يعني ما تقعدش تفتي تقول والله بشرب مي كثير ولا بشرب مي قليل، لانه دكتور محمد اصلا حتى لما بنشربش مي الجسم اصلا في حاله فلتره دائمه. نعم. هو البني ادم يعني فينا بوكل ما يقارب حوالي 600 ملي ازمول في اليوم، هذول نعم. 600 ملي ازمول بيطلعهم في البول. فاذا كانت الكليه سليمه، إذا كانت كلية سليمة بيطلعهم على الهواء كيف بيشرب سوائل، ممكن يطلعهم بنص لتر، ممكن يطلعهم في 5-6 لتر، صحيح. ممكن يطلعهم بلترين. نعم. فكيف شربوا للسوائل في رمضان بتقل كمية البول، بصير البول مركز. نعم. إذا الواحد شرب سوائل كتير بصير البول غير مركز، بديليوتد، بصير يطلع كميات كبيرة من البول. نعم. فحسب شرب السوائل الكلية طيب. بتوازن. نعم. يبقى حكينا أنه يجب أن يكون البول خالي من وجود أي نوع من البروتينات أو من الدم، وموضوعنا يعني موضوعنا هو الدم. سؤالي لك دكتور محمد في البداية، ما هي العلامة اللي ممكن أنه أنا أستسقي منها وأقول أنه والله المريض أو أنا أو أي مواطن أنه والله فيه ممكن يكون في عندي دم في البول؟ شو العلامة الأولية في البيت اللي ممكن يشاهدها؟ هلأ أول شيء بالنسبة للدم في البول قد يكون، حكينا قد يكون مرئي وقد يكون مجهري. مجهري يعني صدفة، شاف عمل تحاليل لقيوا في بعض الكريات دم الحمراء في البول. نعم. هذه ما بتحدث تغير مرئي وبيبقى تم اكتشافها بشكل صدفة. هلا المرئي انه يشوف البول صار لونه مثل الكولا بني او مثل الشاي. نعم. او حتى احمر، وقد يكون في بعض التخثرات او تجلطات دموية، هذا مرئي. تغير اللون بداية هو العلامة الأولى. هلا إذا تغير اللون للون الأحمر أو البني أو الكولا. نعم. أو الشاي، هذا معناته في عنا نزيف دموي بالفعل. هلا إحنا لازم نذكر هون إنه في ممكن يكون هذا تغير اللون بس مش دم، بمعنى قد يكون غذاء مثل الشمندر، قد يكون دواء مثل السيدورال مثل الـ نعم. مثل الرفامبيسين. الشمندر إذا الإنسان بيأكله بيغير لون البول. طبعا أي صبغات حمراء. نعم. بتغير لون البول، بتخلي لونه أحمر على لون. نعم. الصبغة. قد يكون دواء، قد يكون عند الستات ممكن يكون اختلاط ما البول مع الدم من من المجاري التناسلية في أثناء الدورة، فبيبين كأنه في بول في الدم لكنه هذا اختلاط البول مع الدم من المجاري التناسلية. هلا قد يكون الدم في البول احنا ممكن نراقبه وبنحكي انه هذا نتيجة تمرين مجهد، تمرين شاق، ركض كذا، فاحنا لازم نميز هاي الحالات عن الحالات المرضية، عن الحالات المرضية اللي بدها متابعة بالفعل. نعم. نعم. هلا بشكل عام الدم في البول قد يكون حكينا مرئي وقد يكون مجهري وقد يكون. نعم. علوي او سفلي، بمعنى علوي قد يكون من الكبب الكلوية او بعدها، وسفلي من المثانة. نعم. هلا اسباب الدم في البول عديدة، بجوز أكثرها شيوعا هو الالتهاب الجرثومي.
سواء الالتهاب العلوي او الالتهاب السفلي اللي هو السيستايتس اللي هو للمثانه او حتى البروستات عند الرجال، يليها اللي هو الحصى. قد يكون كذلك اللي هو الاورام، نعرف احنا الاورام من اسباب المهمه اللي بسبب دم في البول، والامراض المناعيه للكليه زي المتلازمه الكلويه نفرتك سندروم. هاي كلها تؤدي الى وجود الدم. طب دكتور احمد، يعني ليش احنا بنقول عن وجود الدم في البول مشكله؟ طب ما يعني عادي، ما هو احنا الجسم بفلتر الدم وممكن يكون في بول. لا احنا طبيعيا ممكن يكون في دم. لا طبيعيا يوجد اقل من 3 خلايا دم لكل هاي باور فيلد في الميكروسكوب، مش لازم يكون في دم في البول. وجود او هروب الكرات الدم الحمراء في البول قد تعني انه في شيء عماله بنز دم من المثاني او الحالب او بشكل علوي من الكليه، او قد تعني انه الكبب الكلويه عمالها بتهرب كرات دم حمراء نتيجه التهاب مناعي. نعم. فلا، وجود الدم في البول هو غير طبيعي. غير طبيعي. نعم غير طبيعي. طيب لو شفنا الصورة اللي احنا امامنا على الشاشة دكتور، هذا هي عبارة عن تقريبا يعني رسم تجسيدي للموضوع اللي موجود وهو عند الرجال، اوكي؟ نعم. مع وجود البروستات. نعم. يعني كيف بتأثر مجرى البول مع وجود الأعضاء المحيطة زي البروستات او ما او غيره؟ هل ممكن يأثر هذا على البول نفسه؟ طبعا. يعني البروستات إذا التهبت تؤدي إلى حدوث دم في البول، قد تؤدي إلى حدوث دم في البول، وأحيانا نتيجة الضغط على المثانة تؤدي إلى حدوث دم في البول. أي ورم في هاي الأعضاء اللي أنت حكيتها، أي درنات عملها بتنز دم تؤدي إلى وجود دم في البول. هلأ إحنا بدناش ننسى كمان نقطة مهمة اللي هو الدم في البول عند الصغار أو عند العائلات، وخصوصا إذا كان مواكب لأمراض أخرى مثل أمراض السمع، ممكن تيجي هاي اللي هي أمراض وراثية تؤدي إلى وجود دم في البول. فبالتالي يعني وجود الدم في البول هو علامة غير محبذة، أسبابه كثيرة ومتعددة. بدنا نعطي فرصة للدكتور محمد يشرب مي قبل ما إحنا نذكركم بأهم أسباب وجود الدم في البول، والأكثر شيوعا منها هو قد تكون أسباب ناتجة عن وجود الحصوات بأنواعها المختلفة، كذلك من الأسباب الشائعة جدا أسباب نتيجة الإصابة بالميكروبات والالتهابات سواء في حوض الكلية أو المثاني أو مجرى البولي، أسباب نتيجة وجود أمراض معينة مثل أمراض الدم وسرطان الدم ومرض ازدياد كرات الدم الحمراء ومرض الأنيميا، كذلك هناك أسباب حتمية قد تكون نتيجة أورام أخرى كإصابة الكلية أو حوضها بالأورام الخبيثة والمثاني، كمان أسباب ناتجة عن بعض الأدوية زي ما تفضل ضيفنا الكريم اللي لها علاقة بأنواع قد تكون بلون البول أو التي قد تكون لها علاقة بتجلط الدم، كذلك أسباب موجودة ومنتشرة عند الإصابة عندما يكون هناك إصابة في نسيج الكلية أو إصابة في الحالب التي قد تكون أحيانا نتيجة تلقي ضربات مباشرة، حوادث السير زي ما كنا بنعرف، وآخر شيء طبعا هو أسباب قد تكون خلقية ناتجة عن بعض المشاكل الوراثية ومشاكل في البول. في بلدنا دكتور محمد هاي الأسباب عددناها بشكل عام، في بلدنا الأكثر شيوعا منها هو الالتهاب البولي والحصوات؟ لا هو الالتهاب البولي الجرثومي هو أكثر سبب. نعم. يليه الحصى والأورام والالتهابات المناعية في أنسجة الكلية وفي الكبب الكلوية. لا شك انه الاعراض اللي بتيجي مع الدم في البول مهمه جدا، يعني اذا جيت لي قلت لي مثلا هذا البني ادم عنده دم في البول، عنده الم، عشان انا لما بدي اجيب الاعراض مع وجود الدم في تستنتج البول السبب. بدي اروح باتجاه التشخيص. يعني لو حكيت لي انه هذا عنده الام في الخاصره، نعم، وعنده دم في البول وعنده حراره وقشعريره وحركه في البول وبستفرغ، معناته هذا شيء التهاب جرثومي في حوض الكليه. نعم. وعمله بيعمل دم في البول. لو تيجي تحكي هذا البني ادم عنده دم في البول وعنده تنفيخ في رجليه، مي في رجليه، في عنده طفح جلدي، نعم، معناته في مشكله في الكبب الكلويه او في الاوعيه الدمويه، يعني في امراض مناعيه. احنا بناخذ موضوع الدم في البول وبنيجي بنبني عليه بناء على الاعراض، يعني الاخرى هو عرض مصاحب لاعراض اخرى. تيجي تحكي لي فلان بضل يصيب اوجاع في الخاصره وفي دم في البول، قد يكون حصى مثلا. نعم. فتختلف الاسباب على هو كيف بيجي المريض. نعم. طبعا مشاهدينا موضوع وجود الدم في البول سواء عند الرجال والسيدات هو موضوع مهم جدا، وبديش اقول خطير كمان يعني، بس يعني هو علامه مرضيه للكثير من الامراض، علينا الانتباه تماما لهي العلامات
وأن يكون للطبيب وأدوات التشخيص اللي بيستخدمها هو الدور الفاصل في هذا الموضوع. طبعا مشاهدينا بإمكانكم الاتصال والتواصل معنا على أرقام هواتف الاستوديو اللي ظهرت الآن على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا. دكتور محمد، لو جينا يعني وحكينا خطورة ما هو من الأسباب اللي حكيناها الأكثر خطورة في وجود الدم في البول، طب بجوز أكثر شيء بخوفه الأورام. نعم. هلأ نحكي، لو تجي تحكي لي متى بتخاف، يعني متى بيكون في عنا عوامل بتثير خوفك من وجود الدم في البول؟ صحيح. إذا حكيت لك إذا البني آدم عمره أكثر من 40 سنة وجه كل صار في عندي دم في البول بخاف. نعم. إذا مدخن وأكثر من 40 سنة، إذا عماله بتصيبه نوبات من الدم في البول، وخصوصا إذا كانت غير مؤلمة، يعني نوبات دم في البول غير مؤلمة متكررة بتخوف. نعم. هلأ شغله إذا بتعرض لصبغات للبنزين. نعم. إذا ماخذ أدوية كيماوية زي الاندوكسان زي الساكروفوسفامات. نعم. يعني هاي العوامل بتخليني أثير شكوكي إنه والله تعطيني ضوء أحمر إنه ممكن يكون في لا سمح الله أورام خبيثة في الموضوع. نعم. وهنا بنسعى، يعني إذا كانت بشكل عام إذا كان الدم في البول غالبا هو سفلي جاي، احنا يعني شاكين في انه من ال نعم من المثاني، ممكن نعمل تنظير للمثاني او نعمل صوره طبقيه مع ماده ملونه عشان نعرف انه في نحدد السبب وبناء عليه نحدد شو اليه التعامل. نعم. يعني احنا تعاملنا معاها، طبعا احنا بنعمل فحوصات دم وبول، ومن ثم منروح للخطوة الثانية. إذا شكينا أنه السبب في الكبب الكلوية وفي الكلية، يعني ناتج معها مثلا بروتين في البول، مش عمالي بعرف السبب، ممكن أضطر أخذ خزعة من الكلية وأشخص المرض في الكبب الكلوية. إذا شكيت أنه والله في شيء في المثاني كبير في العمر وكذا، ممكن أعمل تنظير لتشخيص أي أورام أو أي نتوءات موجودة في جدار المثاني. نعم. طيب أنا معي سؤال على الفيسبوك الآن، بسألنا أحد الإخوة بيقول، هو ما بدوش نذكر اسمه طبعا، بيقول أنه وجود الدم في الحيوانات المنوية عند الرجل وعدم وجودها في مجرى البول، هل هذا من الممكن ولماذا؟ هلأ الدم في السائل المنوي قد يكون البروستاتايتس اللي هو الالتهاب، يعني شيء ما لهش علاقة في مجرى البول، له علاقة في البروستات كلها مع بعضها. نعم. يعني ما هي البروستات، ما هي بتطلع إفرازاتها على مع السائل المنوي على أساس يكون يختلط كله مع بعضه. هل إذا كان في التهاب في البروستات؟ نعم. بده يكون مع اللي ممكن ينتج مع افرازاتها وجود كرات دم حمراء وبخط او بيضاء كذلك، ويختلط هذا الشيء مع السائل المنوي فبنتج عندنا اللي بيحكي عنه. ليش ببينش في البول وقتها؟ هلا اذا التهاب بروستات صافي ممكن ما يبينش بالبول، ببين في افرازاتها اللي هي موجوده مع السائل المنوي. نعم. كمان سؤال الاخت تسالنا وبتقول، هل من الممكن أن يكون وجود الدم علامي ليس ذو قيمة وليس لها مصدر مرضي إطلاقا؟ ممكن، يعني بس إحنا دائما مثلا بتيجي بتحكي لي مثلا بني آدم هذا بذل مجهود ركض مسافات ماراثون وأجالي في شوية دم في البول في المجهر، براقبه بأخذ عينة تانية وثالثة. نعم. هلأ إذا واحدة أثناء الدورة بحكي غالبا من الدورة، بس في ناس يعني بعرفش إذا يعني صدفت معك أو لا، يعني بتلاقي بيعمل فحص البول فيه. بتلاقي دم، بتعمل له كل الانفستيجيشنز. نعم. بنعمل كل الفحوصات وبالاخير بنحكي انه والله هذا شيء حميد ما شكلوش فيه شيء. هلا احنا ما هو احنا نتدرج في الخطوات. نعم. اذا استثنينا وجود اي اسباب ما خارج عن الكليه ورحنا للكليه وعملنا خزعة كلية وخزعة الكلية كانت نظيفة ما فيش فيها شيء، ممكن يكون في المجهر الإلكتروني يبين. نعم. إيش اسمه Thin Basal Membrane Disease. نعم. هلأ في كمان بعض الأمراض اللي محكي عنها إنها اللي هي بتعمل آلام في الخاصرة ودم في البول، ولحد الآن مش ما إلها سبب، إلها استنتاجات بيحكوا أمراض، بيحكوا كريستالز، أمراض بيحكوا. نعم. شغلات تانية بس ما حداش بيعرف سببها. بس تكون أقل ما فيها بشكل خطر على حياة الإنسان. بس لازم أستثني، أنا لازم أستثني، لازم واحد أستثني. اثنين ثلاث. نعم. طيب إذا بدنا نبلش ونروح من الأكثر شيوعا ونقول التهابات مجرى البول، هل بانتهاء حالة الالتهاب بدنا هلا نروح على الحالات حالي زي ما احنا؟ نعم. الأسباب. نعم. إذا قلنا الالتهاب البول وقلنا أنه هو حالة التهابية، يا ترى بانتهاء الحالة الالتهابية والإنسان يتعالج، هل ينتهي وجود البول في الدم في البول؟ قطعاً. هلأ إذا كان السبب هو التهاب بول
التهاب جرثومي للبول عالج الالتهاب بروح الدم في البول قطعا صحيح. نعم 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 صحيح. وعادة يعالج هذا بالمضادات الحيوية. هلا بالمضاد الحيوي وبنعمل زراعة بول، احنا بنعمل زراعة بول بنشوف شو الجرثومي وما المضاد الحيوي المناسب لها، بعد ما تعالج هذا الجرثومي وتعالج الالتهاب بتروح كرة دم البيضاء بتروح كرة دم الحمراء وبصير البول نظيف. نعم. طيب النوع الآخر أو السبب الثاني من الأكثر الحصى. الحصى. نعم. الحصى هلا وجود الحصوه سواء كانت الحصى في فوق في الكليه او في الحالب او في اي مكان في المجاري المسالك البوليه بتؤدي الى وجود دم في البول، قد تؤدي الى وجود بالاضافه للالم. لا خصوصا لما بتتحرك، يعني هي اللي بسبب الدم في البول انها بتتحرك. لا يعني الحصى نفسها بتعمل دم وبتعمل الم. نعم. هلا اذا عالجت الحصى اذا عالجت الحصوه بشكل 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 كامل قد ينتهي الدم في البول، اذا ظلت الحصوه ويا ما احنا بنترك حصوات صغيره في الكليه. نعم. ما بتعمل شيء، بضل في شويه دم في البول بس اتيس بطمئن بعرف السبب. نعم. طيب هلا انا بدنا نروح على انواع البول الدموي وعشان نناقش الدكتور محمد فيها، لانه احنا مهمتنا انه احنا نرفع الوعي الصحي عند كل انسان، وكل واحد يعرف، يعني مش مطلوب منه يكون طبيب ولا مشخص، ولكن اقل ما فيها يعرف شو اللي بيصير معه. فانواع اذا الشباب اللي بيطلعوا لنا بس على الشاشه انواع البول الدموي زي ما انتم شايفين، هناك في البول الدموي في بادئ البول، يعني اول ما نبلش عمليه التبول بيكون هناك في دم، غالبا ما هذا ما بيكون ناتج عن امراض في الاحليل او البروستات. النوع الآخر أو الثاني البول الدموي في نهاية البول عكس الأول، وهذا غالبا ما يكون في البلهارسيا. والبول الدموي المختلط، وهذا يعني بيكون البول كله على بعضه مبين دم، وهذا يكون مستمرا من بداية التبول حتى نهاية البول، وغالبا ما يكون نتيجة إصابة الكليتين أو إصابة المثانة بالنزيف. وجود دكتور محمد، يعني التصنيف اللي حطيناه هذا، وجود البول في اول الدم في اول البول او اخر البول، هل هذا بيفرق معنا في عمليه وبسهل عمليه التشخيص؟ يعني هو هذا التقسيم موجود. نعم. انه والله اذا البول في بدايته كان في دم معناها انه في نهايه المسالك البوليه في مشكله، يعني زي قريب على المخرج. نعم. نعم. واذا في كله قد يكون في الكليه. نعم. هلا موضوع البلهارسيا احنا في بلادنا مش موجود، في البلهارسيا. نعم. اللي هي الشستوسوميا اللي بتعمل في المثانه. هلا هذا التمييز اللي انت حكيته مش كتير من لقي على ارض الواقع. نعم. اثنين بجوز ممكن تميز كمان او تصنف تصنيف اخر وحسب حده النزيف. نعم. يعني قد يكون نزيف خفيف او دم خفيف. نعم. بيعمل تغير فقط باللون، وقد يكون حاد شديد بيعمل خثرات وكتل في البول. نعم. هلا اثنين ممكن يكون تغير اللون البول الناتج عن وجود الدم في البول ليس احمر، ممكن يكون زي الكولا زي البني زي الشاي. نعم. خصوصا اذا كان فوق من الجزء العلوي من الكليه، فهذا. نعم. وجب بالتنويه. نعم. طبعا بدنا نذكر مشاهدينا بانه من الاشياء اللي يجب انه الانتباه لها زي ما تفضل ضيفنا الكريم، هو عدم شرب السوائل بشكل كبير جدا قد يؤدي الى تغيير لون البول. انا ما بحكي يعني بيعمل دم، ولكن بيغير لون البول. اكل بعض المأكولات قد يؤدي الى تغيير لون البول، وهذا مثبت طبيا. يعني ما حدا يقول لك طب انا اكلت، شو دخل الجهاز الهضمي في الجهاز البولي؟ لا، هو كله واحدة ومترابط مع بعض، وبتم امتصاصه بروح على الكلية عشان يتفلتر. عشان هيك بيكون احيانا ممكن ان يكون هناك تغيير واضح في لون البول اذا كان هناك بعض المأكولات، الاكثر منها انتشارا دكتور محمد اللي هو الشمندرة. نعم. الجزر بيأثر؟ شوف، هو وجود الصبغات. نعم. حتى الصبغات اللي في المأكولات الأطفال زي البشار اللي بيكون مخلوط في الصبغة. صحيح. يأكل واحد كمية منه بلاك لون البول صالونه زهري. الشمندر لأنه فيه الصبغة اللي هي القوية جدا فبتأدي. نعم. إلى ذلك. الأدوية زي السيدورال زي الرفامبيسين زي زي يعني بقى مجموعة أدوية قد تكون فعلا تؤدي إلى حدوث أحيانا كمان مميعات الدم كمان ممكن أن تؤدي إلى حدوث. هلأ مميع الدم قصة تانية خالص. نعم. يعني هاي الأدوية اللي حكيت لك عنها اللي هي النيتروفرانتوين والريفامبيسين. نعم. والسيدورال. نعم. هاي بتلون لون البول بس هو ليس دم. نعم. هلأ
المميعات سواء اللي هي الأسبرين أو الكومادين وما إلى ذلك، إذا كانت بشكل، إذا أخذت مثلا بشكل بإفراط، قد تؤدي إلى وجود دم في البول، خصوصا إذا كان هناك في عندنا خلل أو درنات في المسالك البولية بتكشف عنها يعني. نعم. طيب، وجود البول عند الأطفال هذا من العلامات اللي ممكن أو الأشياء اللي ممكن إحنا نلاحظها أحيانا عند الأطفال، هل هذا بيعني شيء ولا قد يكون شيء عابر؟ هلا بنشوف إحنا أطفال موجود، أنا طبيب باطني كلى للكبار. نعم. بمر أطفال بيجي بتستشيرك الأم أو الأب بقول لك إنه والله هذا الطفل عنده دم في البول. رقم واحد في وجود الدم في البول للطفل هو التهاب المسالك البولية. رقم اثنين اللي هو الهايبر كالسيوريا اللي هو الكالسيوم أو الكريستالز عالية بتكون في البول. هذول أهم أسباب اللي هو الالتهاب والكالسيوم والكريستالز اللي بتكون والرمل في البول. يعني تقدر بما معنى. نعم. طيب الدم اللي في البول هذا بيكون، هل يؤثر يعني، في حدا بيسألني عماله بيسأله بقول يعني هل يؤثر على نسبة الدم في لا البول؟ لا ما بأثر في الدم لا لا في جسم الإنسان؟ لا لا ما بأثر يعني، هي مشحات خفيفة يعني. نحكي غالبا وجود الدم في البول بأثرش على نسبة الهيموجلوبين، ما بعمل على فقد الدم بالفعل. نعم. لكن هي لأنها هي نقطة. نعم. نقطة تؤدي إلى تغير اللون. نعم. هي كميات بسيطة جدا من الدم ترشح في البول، وزي ما تخيلوا أنتوا تجيبوا برميل مي كبير مليان مي تحطوا فيه نقطة صبغة واحدة، راح تلاقي كل البرميل تلون بلون الصبغة، وعلى هذا يتم وهيك بيكون يعني تقريبا، فبالتالي ما بأثرش على أنه يعني يصير فيه فقر دم عند الإنسان. معنا اتصال السيدة سامية من الرملة. مساء الخير يا أختي. مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساك، تفضلي. بدي أستفسر عن حال تفضلي. بنتي دايما عندها دم بالبول. عمرها قديش؟ عمرها 16. 16 سنة؟ سنتين. 16 سنة الحالة. دايما بوديها بعمل لها فحوصات. أولها كان مبين عندها جرثومة. يعني في الاول تشخصت انه في عندها التهاب في البول. لا لا، بعدين بعد هيك صارت انه ما فيش جرثومه، وصار كمان عندها دم بالبول. وعملت لها تلفزيون. نعم. قالوا لي انه في حصى صغيره اللي هي 0.9 و0.3، هاي حجم، هذا بكون حجم حجم الحصى. نعم نعم. ورحت عند دكتور متخصص للكلى، بقول لي بأثرش عليها، هذا مش من الكلى. نعم مفهوم. بدك تسألها اي سؤال؟ بس هيك قليلة شرب مي، عندها قليلة شرب مي كمان. طيب ماشي مفهوم، وراح نجاوبك على سؤالك اختي سامية. تابعينا سامية من الرملة، نروح على نابلس. مساء الخير. مساء الخير بكتور. ابو حذيفة مساء الخير. مساء الخير دكتور. يسعد مساك. الله يسعدك. بالله اذا سمحت سؤال للدكتور محمد. تفضل. أنا بشتغل في مجال بناء. البناء. نعم. في النهار السوائل عندنا قليل شوي صغيرة، طبعا نروح للحمام 3-4 مرات في النهار. بس بالليل يعني إحنا بنشرب مي، نروح على الحمام 6-7 مرات. هل هذه الظاهرة يعني صحية ولا في خلل معين؟ يعني أنت قصدك إنه إحنا في النهار بنشتغل كتير في الشمي، مش فاضيين أصلاً نشرب مية، وبالتالي بنروحش على الحمام، بالليل بنشرب مي بنصير نروح كتير. هل يعني 5-6 مرات بالليل؟ يعني. طيب. بصحيك الموضوع من النوم؟ أحيانا. طيب قد ايه عمرك أبو حذيفة؟ 50. 50. عندك أي أمراض سابقة؟ وكالة. مش سامع. وكالة؟ وكالة. أصلي. طب ما طلعت لناش السنة تبع الوكالة. وكالة. ألماني لحد. ألماني؟ أصلي. لا. خليك فلسطيني مش أحسن لك؟ فلسطيني يا أخي. فلسطيني. هو في زي الفلسطيني؟ لا. شكرا جزيلا لاتصالك. حياك الله. حمد من ترقوم يا مساء الخير. حمد مساء الخير. تنور. سعد مساك، تفضل يا صديقي سؤالك. انا استاذ، في عندي انا اولاد. نعم. في عندي اولاد معهم دم في البول من هم صغار. في يعني الدم. حمد اطلب منك شغلي لو سمحت. تفضل. وطي التلفزيون لانه احنا مش قادرين نسمعك كويس، عشان صوت التلفزيون عندك كتير عالي. واسمعنا من التليفون. تفضل. ماشي معك. يلا. بحكي في عندي انا اولاد هم صغار، كان عندهم اكتشفت عندهم دم في البول. نعم. بعد سنه رحت عملت لهم فحوصات، ظل الدم في البول ماشي معاهم،
والحين انا عندي خمس اولاد والخمسه نفس الشيء معهم يعني. يعني الخمسه موجود عندهم دم في البول، عملت لهم كل الفحوصات كله تمام، فيش اي مشكله. شو اعمارهم؟ نعم، عملت لهم فحوصات يطلع عندهم دم في البول. بعد سنه يظل نفس نسبه الدم في البول موجوده يعني. طيب. ما تروحش بالماء. طيب بسألك الدكتور محمد، قديش الاعمار لو سمحت، اعمار الاطفال؟ في اعمارهم، في عندي البنت الصغيره عمرها 11 سنه الحين. نعم. والكبير عمره 26. طب في حدا في العيله عنده مشاكل في السمع؟ مشاكل ايش؟ في السمع. اخوان ابن اخويا اثرش يعني، ما بسمعش من مره، بس عيلتنا احنا لا يعني. اوكي ماشي. طيب شغله ثانيه، في حدا في العيله بيغسل كلى او عنده فشل كلوي؟ في مرت عمي بتغسل. مرت عمي. نعم. طيب. ماشي، شكرا لاتصالك. تابعنا يا حمد. مرت عمه تقرب له واكيد راح يجاوبك الدكتور محمد. هذا من الاسئله اللي هي طبعا احنا كنا نحكي عنها. معنا محمد من رام الله. مساء الخير يا محمد. مساء الخير، يسعد مساك يا صديقي. كيف حالك يا دكتور؟ الله يسعدك، بديك تكون بخير يا رب. خليك في هيك سؤال دكتورنا. نعم دكتور، انا صار عندي التهاب في بعرفش هو يعني، حسب الدكتور رحت عنده اخصائي طبعا. نعم. عملت فحص اسمه سمن كلتشر. شو هو؟ سمن كلتشر فحص زراعه حيوانات منويه، وتبين فيه بكتيريا، واعطاني دواء اسمه ليفوكس. طيب. واستمرت في العلاج حسب ارشاداته لمده 5 اسابيع. نعم. وبعد ما انهيت الدواء ما يعني اثناء وانا اخذ بالعلاج يعني اختفت المشكله اللي كنت اشعر فيها، اللي هي اثناء يعني بعد ممارسه الجنس ليلا كان يصير عندي حركه وشعطه في البول وتقطيع، وكنت اشعر حالي يعني حتى بعد ما انهي البول انا اشعر حالي لسه فيه يعني. مفهوم. كان في اعراض معينه، اخذت الكورس المضاد الحيوي اللي انت ذكرته 5 اسابيع، الامور تمام، وقفت الدواء رجعت من اول وجديد، صح؟ بالضبط. ولا يعني وقفت الدواء من هون ولا كاني اخذت دواء ولا كاني. كم عمرك يا محمد؟ عمري 40 سنه. 40 سنه، ماشي، اظني واضحه الشغله. شكرا لاتصالك يا محمد. ونروح على ام جعفر من نابلس. مساء الخير ام جعفر. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن احكي مع الدكتور؟ اذا سمحت، انا عين الكلوي الي سنه بالضبط. عين الكلوي يعني شايل الكلوي. نعم. وبشرب ميه بس مش كفايه. طيب وين المشكله؟ ليش شلت الكلية؟ عليها كتله. وشو طلعت حميده؟ حميدي طلعت ولا فحص؟ لا ما طلعتش الحمد لله. الحمد لله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. بشرب مي بس مش كفايه بس. طيب. يعني انا هديت المشكله معي حرقه في البول. باخذ بقدونس، قالوا لي البقدونس مش مليح. والله البقدونس احنا طيب مش مليح عشان الكلوي، انا عم بدير بالي على الكلوي اللي ضله 100%. طب عشان بدك تديري بالك يا ام جعفر، رحتي على الدكتور؟ بروح. يعني انت لما صارت المشكله هي قبل ما تبلشي في البقدونس سحبتي حالك ورحتي على الدكتور عملتي فحوصات، ولا بلشتي في البقدونس وقلتي يا رب؟ يعني ساعه الحرقه. لا بلشت في البقدونس. بقدونس ولا ماله، البقدونس كويس. وباخذ سيدرال برضه. السيدرال يعني مليح ولا لا؟ حالك انت اخذتيهم هدول؟ السيدرال كان كاتب لي يا دكتور نسائي. طيب. بس قبل ما اشيل الكلوي. مفهوم. بس يعني علشان الكلوي بدي اشوف السيدرال مليح للكلوي اللي ضلت عشان هيك. طيب يا ام جعفر، يعني ما حدش قال لك انه عشان تحافظي على كليتك اهم من كل الموضوع هذا، من السيدرال والبقدونس والخيار، اهم من كل هذا عشان عندك كلوي واحده، انه لازم لما يصير عندك اعراض مثل هيك تسحبي حالك، وبدل ما تروحي على السوق تشتري بقدونس تروحي على الدكتور يفحص ويشوف ويقول لك والله يا ام جعفر امورك تمام، الكلويك تمام. ما هو الحرقه فحص للكلوي. ما هو الحرقه هاي مشكله. ما اذا كان في جرثومه وصارت هلا راح يجاوبك الدكتور. خليكي معنا ام جعفر. وراح نجاوبك على سؤالك. ناصر من بتونيا، مساء الخير. ناصر، هل تسمعني يا ناصر؟ يا ناصر. نعم يا سيدي. يسعد مساك. الله يعطيك العافيه دكتور. حبيبي يسعدك، تفضل سؤالك. حياك الله. والله بدي اسالك يا دكتور، بالنسبه انا بضلني اطير مي كثير. يعني بالليل ولا بالنهار ولا كيف؟ والله في الليل وفي النهار.
يعني بمعادل كل ساعة ساعة ونص. ايش؟ كمية ولا فريكوانسي؟ يعني انت بكل مرة بتفوت، تفضل دكتور. يعني سؤال بتروح على الحمام كتير بس اجمالا في ال 24 ساعة بتطلعش اكثر من 3 لتر ولا لا بتطلع اكثر من 3 لتر؟ بتطلع كميات كبيرة دوب شوي صغيرة. ايه؟ شوي يعني بتطلع كميات صغيرة بس متكررة. يعني لو جمعتهم كلهم جربت تجمع تشوف قديش بتطلع في اليوم؟ لا اكيد لا والله. طيب ناصر قديش عمرك؟ عمري 44 سنة. طيب عندك اي امراض سابقة؟ والله ولا اشي. طيب بالليل وانت نايم هيك في هالبراد ما بقومكاش البول تروح على الحمام؟ بقومني ما عملتش فحوصات طبعا؟ عملت كل الفحوصات. وكله تمام سليم؟ كله تمام. يعني كم مرة بتكون في الليل؟ نعم كم مرة بتكون في الليل من نومك؟ والله بقوم لا يقل عن 5-6 مرات. وكل مرة بتطلع كمية ولا اشي خفيف؟ لا مش كل مرة، اوقات كتير طبيعي، اوقات شوي صغير بقوم بيك نط صغير وبرجع، بكون اوقات زحمان بس بروح على الحمام يدوب نتفه صغيرة بطير مي. نعم مفهوم. يعني حركة في البول، حرارة، ألم في الخاصرة، ما في والله ولا أي فحص السكر وفحص السكر سليم أكيد؟ صح فحص السكر سليم. ما في شغلة لازم تعملها راح نقول لك عليها هلأ أنا والدكتور محمد. فحص مهم جدا متعلق قد يكون بأشياء أخرى يعني لها علاقة بالمثاني. آخر اتصال معنا أم حسن من خان يونس. مساء الخير يا ام حسن. الله يسعد مساك. سعد مساكي. اول شيء طمنينا شو اخباركم في غزه؟ الله يسعدك الله يرضى عليك يا سيد، الله المستعان ايش بدنا نعمل. لا اله الا الله. الامور اليوم يعني اهدى احسن؟ لا اليوم اهدى واحسن الحمد لله. عشان اليوم كان عندهم دفن الشهداء واظن بكره راح ترجع. بس البلد كئيبه، فيش حركه وفي شيء اشي. بعين ربنا. اختي ام حسن سؤالك تفضلي. بدي اقول لك يا دكتور، أنا كان عندي تسرب في البول يعني ما أقدرش أمسك نفسي. كويس، رحت اتعالجت في مصر، كنت في مصر يعني عاملة عملية مفصل. نعم. واتعالجت عند دكتور هناك. نعم. بعد ما اتعالجت عند الدكتور صار يصير عندي انتفاخ في رجلي من تحت. اتصلنا في الدكتور اللي عالجني، في كان نوعية دواء قال لي وقفي. نعم. وقال لي خدي في حبوب اللي هي لإضرار البول زي اللي بخدوها تبعنا الضغط هذه. نعم. لازيكسو ولا؟ نعم. المهم اخذت منها ويعني ها شويه احسن الورم، بس والله بلاحظ في ورم. يعني في ورم برجليكي؟ في ورم وفي بس مش كثير. معلش نرجع لاول شيء حكيتي، تسرب في البول، يعني ايش بتتحكميش في البول؟ ما كنتش اقدر. هلا يا اختي يسعد مساك. يسعد مساك. هلا عدم التحكم في البول او البول بسبكك، ما هو هل بسبكك لما تكحي لما تعطسي ولا لما بدك تروح الحمام ما بتلحق حالك؟ هلقيت طول ما انا قاعده بحسش حالي بدي اروح الحمام. نعم. وقفت بحس حالي بدي اروح الحمام، باجري بتلاقيني احيانا بملكش نفسي. يعني ما بتمسكي حالك تروح على الحمام. اما اذا بتكحي بتعطسي ما بنزل. لا ولا شيء. مفهوم. قديش عمرك يا ام حسن؟ الله يعطيك العافيه. 60. 60. عندك امراض سابقه؟ لا والله. يعطيك الصحة يا رب والعافية، شكرا لاتصالك. وبنعتذر من كل الإخوة المشاهدين اللي بحاولوا يحكوا معنا لأنه ما فيش معنا وقت عشان ناخد كل الاتصالات، ولكن أي حد بده يعرف وين الدكتور محمد موجود، هو موجود في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، وبإمكانكم طبعا حتى بعد الهواء تتصلوا وتاخدوا رقمه الشخصي وتتصلوا عليه أي وقت، هو ما في عنده مشكلة. لا فيش مشكلة. دكتور نرجع للسؤال اللي كانت سألها الأخت سامية من الرملة، وهي عمر بنتها 16 سنة وفي عندها شوية حصوص صغير وفي دم، شو لازم تعمل بشكل يعني سريع؟ يعني هذا فسر السبب. هلا بشكل عام احنا الحصى بنشوف على الهواء وين مكان الحصى عشان نعم. نتصرف مع الحصى الموجودة ومن ثم نبحث في أسباب تكون الحصى. إذا كانت الحصى صغير كتير وبعيدة عن الحالب من راكبها بس. نعم. أما ما بعرفنا السبب. وبالتالي أخت سامية يعني مع شرب السوائل السبب تنتهي القصة، وهو أنه بتروح الحصوة أو الرمل اللي بتحكي عنه، شرب السوائل مهم جدا عشان ننهي هاي الحالة. أبو حذيفة من نابلس بيحكي عن موضوع أنه هو يعني في اليوم بالنهار بروحوش لأنه بيشربوش مي، وبالليل بروحوا على الحمام لأنهم بيشربوا مي. كيف بدك تفسر لهم؟ يعني هو الأهم من شرب كمية السوائل المطلوبة اللي هو التوزيع. أنا ما بدي يشرب 3 لتر في الليل وما شربش طول النهار، ما بنفع. لازم يوزع كمية السوائل خلال اليوم كله. نعم. يعني قصدك فيش مبرر لأبو حذيفة إنه أو غيره إنه ما يشربش النهار؟ لا بده يشرب سوائل، وهلأ كمان شوي رح نيجي في الصيف وعلى رمضان لازم يكون شرب السوائل جيد.
وفي رمضان في هنعمل حلقات ان شاء الله. نعم، وهو عمليا يا ابو حذيفه وكل الاخوه طبعا، قله شرب السوائل بالنهار ما بتشكلش خطر يعني، ولكن قد تشكل حاله مرضيه بانه راح يساعد في تكوين الحصى والرمل. نعم، وجفاف في مجرى البول والتهابات في مجرى البول. هي المشكله مش ان نروح على الحمام، المشكله ان يبقى هذا الطريق هذا دائما سالك. بدك تحافظ على ترويه الكليه. نعم، وتشرب سوائل بشكل متوازن خلال النهار. حمد بيسال عن سؤال مهم جدا وكنا حكينا عنه، هو القصه العائليه لوجود دم في البول. هذا اللي انا سالته، قال لي في طرش في العينه. نعم، هلا وجود الدم في البول في العائلات عند بناته وقرابتهم حكالي في عندهم كمان مشكله في السماع. نعم، هذا قد ممكن انا اشك في مرض اللي هو الألبرت سيندروم. اللي هو موجود مشكلة ما بين تتشارك ما بين الأذن وما بين الكبب الكلوية، وهذا يؤدي إلى فشل كلوي، فبالتالي وجب بالنسبة لعائلته اللي هي فحصهم، وقد نضطر نأخذ خزعات من الكلى. بدنا نمشي في موضوعهم بحيث أنه نستثني وجود أي أمراض مناعية. الاي جي ان فربثي يكون مناعي، الألبرت لأنه فيه طرش. نعم، فبنا نعرف. قصدك يعني أنه مش لازم نهمل هذا الموضوع؟ لا 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 أبدا. حمد، وجود القصة العائلية نتمنى أن يكون شيء له علاقة بالطبيعي، ولكن عشان نقول طبيعي أنه وجود الدم في البول يعني حتما عليك بمراجعة الدكتور محمد في المستشفى المقاصد، وتأخذ معك كل أولاد عشان يتم فحصهم جميعا، وبالتالي يتم وضع خطة. يعني أقل ما فيها نقول أنه هذا مش ناتج عن أي شيء، لأنه إذا كان في شيء مرضي يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي في نهاية المطاف عند الأولاد، وأبعيد الشر طبعا عنهم. محمد من رام الله كان بيحكي عن شيء له علاقة بالسيمن أناليسز. هذا واضح أنه في التهاب في البروستيت وما أخذ علاج ورد رجع كمان مرة. الوصول ينعمل كالتشر سنسيتيفيتي صح، وينعرف نوع الجرثومي، لأنه ممكن يضطر يأخذ إبر، ممكن يضطر. نعم، يأخذ مضادين حيويين مع بعض. وقابل التهاب البروستات قابل أنه تأخذ مضاد حيوي وعاود يرجع بعد انتهاء البول. ممكن طبعا. وممكن هو ما صارش إراديكيشن صح، ممكن بده يضطر يأخذ مضادين. نعم، حيويات. نيجي لأم جعفر والبقدونس. هلا أم جعفر عندها كلية واحدة لازم تحافظ عليها. نعم، الموضوع بده شوية تعامل أكثر حرص. وجود الحركة في البول أو الشعطة أثناء التبول قد يكون علامة على وجود التهاب جرثومي في المثانة البولية، وهذا الالتهاب إذا تم إهماله قد يصعد إلى الكلى ومنه إلى الدم، مما يهدد الكلى والحياة، فبالتالي مش مزحة. هلأ إذا صار معانا، إذا الموضوع موضوع حركة في البول سهل، هلأ إذا صار بعدها آلام في الخاصرة، استفراغ، غثيان، حرارة معته صعد، راح على الكلى، طلع الالتهاب من تحت لفوق. نعم، وبالتالي شكل خطر على نفس الكليه اللي هي الوحيده. فبالتالي ايش الصح؟ انه نعمل فحص زراعه بول. نعم، وتاخذ مضاد حيوي على هواء الالتهاب اذ ان وجد. طب البقدونس، البقدونس ظاهره البقدونس هي ظاهره منتشره يعني. هو الصمغ العربي. هو ايش؟ هو الصمغ العربي، وبرضه بياخذوا صمغ عربي يعني عشان. 90% من مرضى او خلينا نحكي 70% من مرضى الفشل او الكسور الكلوي المزمن من مرضى بيجوا اللي بياخذوا صمغ عربي. صمغ العربي لا يفيد ولا يضر. طيب البقدونس مطهر نوعا ما، لكنه بزيد الأوكزالات وبزيد الحصو في البول، غني في الأوكزالات البقدونس. صحيح صحيح. وهذا أظن أعتقد حكينا فيه قبل أسبوعين لما كان ضيفنا جراح المسالك البولية لزميلنا، وحكى إنه يعمل بقدونس كويس كلوه، بس ما نشربه وهو بزيد فرصة غني، كأنه بأخذ أوكزالات البني آدم، غني. نعم، في الأوكزالات. نعم، يعني بيعمل حصى أوكزالات، قصده الدكتور إنه بيعمل حصى. نعم، بيعمل أملاح. فأم جعفر زي ما حكى لك الدكتور، للحفاظ على هاي الكلي والوحيدة الموجودة عندك عليك بالتوجه للطبيب، عمل الفحوصات، وقد نضطر إلى عمل زراعة عشان نحدد نوع الجرثومي عشان الأمور لا تتفاقم. البقدونس مش للشرب. ناصر من بتونيا كان بيحكي انه بتبول كتير. هلا هذا لا شك انه في كمية لا بأس فيها من المرضى بيجي بنفس الكومبلين. نعم صحيح. هلا احنا بنشدد موضوع، هل موضوع كمية بول ولا الموضوع موضوع تكرار دخول الحمام؟ هلا احنا في البدايه بنطلب من المريض انه يجمع بول في اليورينال ويحدد لي قديش الكميه. اذا الكميه اكثر من 3 لتر رغم انه مش بيشرب عشان يطلع بول، غصب عنه بيطلع اكثر من 3 لتر، بحكي والله هذا موضوع كميه بول. اذا الموضوع بروح كثير على الحمام بس يدوب بيطلع 3 متر، ما بيطلع 3 لتر. طب هو يعني الشعور بانه تكرار انه بروح على الحمام بيطلع نقطه نقطتين، هذا ايش لازم يعني؟ هذا قد يكون التهاب في المثانه البوليه، التهاب. نعم صحيح. وقد يكون تهيج في شدار المثانه. ايوه هذا هو. فاكثر من سبب. في فحص مهم اعتقد، بعرفش اذا بتتفق معي ولا لا، لازم يعملوا اليوروديناميك. هلا هذا في النهايه مش يعني من ضمن يعني قد يكون سمبل، قد يكون موضوع التهاب
في المثانة، وقد يكون موضوع تهيج في جدار المثانة، والاثنين علاجهم سهل. نعم. يعني التهاب التهاب له علاج، وموضوع التهيج نعطيه دواء برخي المثاني وبحفز. نعم. هذا الشيء. يعني الفكرة، وعلى فكرة زي ما تفضل الدكتور محمد، هي حالة منتشرة بشكل كبير جدا وعند كثيرين، يعني القصد بانه يشعر حاله المفتاح وفي الكبار اللي هو البروستات. نعم، بفوت وبشعر انه ايش البول بنقط وبطلع كل شوي، هو فايت على الحمام والله لا يوريك. طبعا هذا اسبابها كثيرة. كبار السن زي ما تفضل ضيفنا الكريم غالبا ما يكون الموضوع له علاقة في البروستات، ولكن في مقتبل العمر وفي في الأعمار، إحنا لحد الستين بنقول صغير طبعا، شباب لسه، بنقول الأسباب إما أن يكون في التهابات في جدار المثاني، وإما أن يكون تهيج في أعصاب المثاني. هذول شغلتين بسيطات ويمكن حلهم، راجع الدكتور وأكيد رح يلاقي لك حل. بس تحكي كلمة صغيرة، إذا كانت إذا كانت المشكلة في كمية البول، بطلع كمية كبيرة، هون إحنا بندخل المريض على المستشفى وبنعمل له فحوصات. نعم. اللي هو الكالسيوم والبوتاسيوم. نعم. والثيرويد اللي هو الدرقية، إذا كانت الكميات كبيرة ومتكررة، وقد يكون اختلال في الهرمون زي الدي آي ديابتس إنسيبيدس. آه. إذا كان برضو الجلوكوز منيح، فبالتالي بيختلف. نعم. هيك أو هيك. كان معنا أم حسن من خان يونس بتحكي عن تسريب. آه. في البول وانتفاخ في الساقين. شو علاقة انتفاخ الساقين في لا في هلا الانتفاخ في 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 الرجلين او في الساقين عند الكاحل، وخصوصا اذا عملت زي دب، يعني يعني بتحط اصبع بعلم بعلم، يعني هذا مي هلا له علاقه في في عضله القلب غالبا، قد يكون. نعم. قد يكون من القلب او من الكبد او من الكلى. نعم. اللي هو تهريب البروتين والزلال. نعم. هلا موضوع اللي هو البول، عدم التحكم في البول، ما هو فيش اسمه ستريس انكونتيننس، فيش اسمه ايرج انكونتيننس. ستريس انكونتيننس يعني انه البني ادم لما يكح او يعطس بهرب بول غصب عنه. هنا في الستات غالبا تكون سببها التهبيط، اللي هي مشكله في في جدار الرحم، بصير في عندنا هبوط في جدار الرحم ومنه هبوط في المثاني. نعم. ويؤدي لهذا الشيء. هلا الايرج انكونتيننس هي مش قادره تلحق حالها، هذا قد يكون سبب اللي هو الاوفر اكتيف بلادر، اللي هي. نعم. عملي اللي هي تهيج في جدار المثاني. لازم تراجع الدكتور، دكتور المسالك البوليه ودكتور النسائيه. نعم. عشان موضوع الباطني او القلب، عشان موضوع رجليكي. بالفعل. دكتور محمد وقتنا ادركنا، اخر نصيحه وبشكل سريع بقولها الدكتور محمد لكل مشاهدينا. يعني اذا بدي انصح نصيحه للمشاهدين، ان وجد تغير في لون البول، ان وجد علامات اخرى مع تغير لون البول زي تنفيخ في الرجلين، زي الام في الخاصره، رجاء مراجعه الطبيب وعدم اخذ الدواء على عاتق الشخصي. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد. طبعا احنا في ان يعني في موضوع مهم جدا كان لازم نستوقف عنده، وهو موضوع الكانسرز والاورام، بس احسن ما نحكيش عنهم لانهم بنكدوا فوق ما هي الناس بنكدي. فنشكرك جزيل الشكر، وإلى حلقة هاي رح تكون خاصة بإذن الله. أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا دكتور محمد. شكرا. أعزائي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا اليوم نرجع وبنأكد على أنه وجود البول هو علامة حيوية ومهمة لحياة الإنسان. في حالة نقصان كمية البول عن الحد المطلوب وزيادتها، هذا قد يكون علامة لوجود كثير من المشاكل. وجود الدم علامة قد تكون خطيرة في بعض الأحيان إن وجد هذا الدم في البول، وعلينا تتبع الحالة المرضية من أجل وضع التشخيص. هناك حالات مرضية يمكن استكشافها واكتشافها من خلال ملاحظة أنه هناك في تغيير في لون البول ودم، وبالتالي بتوجه للدكتور ونجري فحوصات نكتشف حالات مرضية قد تكون بسيطة في بدايتها، فعلينا ألا نهمل وجود الدم في البول. قبل ما نختم حلقتنا اليوم بنتمنى الشفاء العاجل لكل جرحانا والرحمة لشهدائنا الأبطال، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة دائما. أشكركم وإلى اللقاء.